وحول آخر التطورات في غزة، 18 يوما للقصف. ينضم معنا الأستاذ المحلل السياسي رجاء الطلب. مرحبا بك سيدي الكريم. يعني في ظل الحرب القاسية اليوم على أهالي غزة واتباع القوات الإسرائيلية لسياسة الأرض المحروقة، ما هي الخيارات التي بقيت أمام أهالي غزة؟ يعني لم يبقى شيء. يعني ما يحصل الآن هو عبارة عن تدمير كامل لقطاع غزة، تدمير الحجر والبشر، وبالتالي ليس لهم إلا أن يبقوا على أرضهم، أن يموتوا على أرضهم مثل ما يقولون، كما شاهدت قبل قليل مثل ما عرضت. فأهل غزة أولا معتادين على هذا الوضع منذ سنوات، ولكن هذه المرة يعني كان حجم البطش وحجم التعسف وحجم النيران التي سقطت على قطاع غزة التي تعادل قنبلة هيروشيما حسب ما يقول الإعلام الغربي في مساحة ضيقة، يعني يعد عبارة عن جحيم حقيقي، بالإضافة إلى قطع الكهرباء وقطع الماء وعدم وجود أي إسعافات تنقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. هنا يعني لا يمكن أن نقول أن هذا العالم، هذه الإنسانية تمر في مرحلة اختبار قاتل للأخلاق، وثبت أنها لا تملك أخلاق أن تقول لا لقتل أكثر من 2 مليون إنسان على وجه هذه المساحة المحدودة في غزة. نعم سيد الكريم، يعني اليوم يعني ستتحول غزة بعد نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات، يعني آخر إنذار لهم غدا، كيف القطاع سيتحول إلى مقبرة؟ وشاهدت أيضا في التقرير الذي عرض الآن الأطفال بحاجة إلى أدوية، بحاجة إلى أدوات كهربائية خاصة في الخداج وغيرهم، كلهم يعني للأسف يعني نقول هذا ونحن بالاستوديو، وهو كلام جارح وكلام يجرحنا ويجرح كرامتنا أيضا كعرب بالدرجة الأولى وكمسلمين كإنسانية. يعني أي إنسان فينا لا يستطيع أن يتقبل أن يتحدث وبدم بارد عن أن هذا القطاع ذاهب إلى الموت، الموت الكامل الشامل، لا يوجد إمكانية للعيش بعد أن تنتهي بقايا الوقود في بعض الآلات، في بعض المستشفيات، في بعض مراكز الطبابة. خلص الحياة دخلت مرحلة الموت. غزة الآن على وشك أن تقول أنا خرجت من الحياة، والآن عليكم أن تبحثوا لي عن قبر. الشهداء والجرحى، أولا جرحى لا يجدون من يعالجهم، هذه مسألة منتهية. الذين يقتلون الشهداء لا يجدون مساحة قبر لهم، ولذلك يدفنون في مقابر جماعية. هل هناك وضع أسوأ أخلاقيا لهذا العالم من هذا المشهد؟ لا يوجد. يعني بالحرب العالمية الثانية لم يحصل ما حصل في قطاع غزة من 7 أكتوبر إلى اليوم. يعني المشهد مأساوي، ونحن نتحدث نعتصر ألما، ولكن ليس بيدينا أي شيء نفعله. طيب، سوى أن نبكي. هذا الضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل في حربه على غزة، منحتها كل تلك القوة وعطاها الحق أيضا بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يعني ألا ترى أن الغرب يكيل بمكيالين اليوم؟ يعني هذا لم يعد يعني سرا، يعني الغرب خدشت قيمه كلها. يعني هذا الغرب الذي يعطينا المواعظ وينظر علينا بالأخلاق والقيم الإنسانية والآدمية، وهو الآن في لحظة الاختبار الحقيقي يثبت أنه كاذب، يثبت أنه لا علاقة له بكل هذا الموروث من الفلسفة والأخلاق والقيم التي حاول أن يصدرها علينا باعتبارنا عالم ثالث. ثبت بالدليل القاطع أن هذا الغرب لا قلب له ولا أخلاق له، قلبه من حديد وأخلاقه مصالح، وبالتالي لا يمكن أن نحكم من الآن فصاعد على هذا الغرب إلا على أنه يبحث عن مصالحه وهو لا علاقة له بالإنسانية. علينا نحن بالإعلام أن نبرهن كل يوم بالمشاهد التي نراها في غزة، أن نربطها مباشرة بالولايات المتحدة والغرب، ونقول هذا ما تريده أمريكا وهذا ما يريده الغرب الأوروبي.
يجب فضح هذه المعادلة. والآن أنا بتقديري أن بعد غزة، بعد مأساة غزة، سيكون هناك شيء جديد في قيم العالم وتفكيره، وسينشأ هناك فلسفة وقيم جديدة تبدأ تحاسب من كان مع غزة ومن كان ضد غزة، وتصبح غزة هي معيار أخلاقي يقيم الناس ويقيم مدى إنسانيتهم ومدى علاقتهم بالحضارة. هذا عالم ليس له علاقة بالحضارة وإن تقدم تكنولوجيا. التكنولوجيا ليست هي المعيار، القيم الإنسانية هي المعيار. اليوم هذا القصف المتبادل على الحدود اللبنانية واستهداف أيضا لقواعد أمريكية هنا وهناك، يعني لماذا هذا لا نرى تحرك اليوم دوليا لمنع اتساع رقعة الحرب في التي بدأت تتطور إقليميا، يعني الهجوم على القواعد العسكرية وغيرها اليوم، يعني كان في العراق أو في جنوب لبنان؟ يعني طالما أن الولايات المتحدة متخذة لهذا الموقف المنحاز والداعم بطريقة مطلقة للكيان الصهيوني، فبالتالي لا مجال لأن نعول على الحكمة وعلى أن يكون هناك ضبط للأمور. الولايات المتحدة هي التي تغذي هذه الحالة الصراعية إنجاز التعبير لكي يعني تحقق مصالحها. هي بالدرجة الأولى وجدت أن هذا الكيان الذي تدعمه منذ أن أنشئ بال48 إلى الآن بمئات المليارات من الدولارات بكل ما لديها من تكنولوجيا عسكرية وأمنية وتجسسية انهار في خلال أقل من ساعتين يوم 7 أكتوبر. فكانت الصاعقة صدمة للولايات المتحدة عليها أكبر بكثير من قادة الكيان الصهيوني. فتساءل الكثير من الذين يصنعون القرار في واشنطن، لماذا ينهار هذا الكيان؟ لا قدمنا له كل شيء. إذن هم يعتقدون أن هيبة أمريكا، قوة أمريكا التي تتمثل في الدعم المطلق لإسرائيل خدشت، فبالتالي هم يبحثون عن دعم إسرائيل من أجل إنتاج ذاتها من جديد على أرضية أن تكون الجيش الذي لا يقهر والقوة الرابعة بالعالم. هذه الأكاذيب التي حطمها يوم 7 أكتوبر. أمريكا معنية بإعادة الهيبة لذاتها بالدرجة الأولى، وبالتالي لتابعها إسرائيل. طيب باعتقادك أننا سوف نشهد ربما ضغطا دوليا ينجح في إيقاف هذا التصعيد في غزة في القريب العاجل، الموتى في الشوارع، القتلى، الأطفال، يعني أم هناك مؤشرات يعني جميعا أنها تقول الحرب سوف تستمر، خاصة مع تصاعد تصريحات إسرائيل بأنها سوف تستمر بحربها حتى القضاء كليا على حماس، وهي تريد بحد ذاتها قتل قادة حماس؟ سيدتي، المعلومات من واشنطن تقول أن الإدارة الأمريكية بعدما قيمت كيف يفكر العسكريون في الكيان الصهيوني في إسرائيل، وبعد أن قيموا بعد لقاءات عديدة مع النخبة السياسية وعلى رأسها نتنياهو، وجدوا أن هناك تخبط في صناعة القرار داخل الكيان. وفي تقرير اليوم لنيويورك تايمز يتحدث بوضوح على أن إدارة بايدن لم تعد تثق في هذه النخبة العسكرية والنخبة السياسية، وأن قرار الدخول في الحرب البرية، هذا لا يعني أن إن لم يكن هناك حرب برية أن غزة قد نجت، لا، غزة مدمرة وستستمر فيها حالة الدمار، ولكن في بخصوص موضوع الحرب البرية أو دخول غزة عسكريا، الولايات المتحدة تشك في قدرات إسرائيل، تشك في قدرات إسرائيل الميدانية، تشك في قدرات إسرائيل الاستخبارية، تشك في قدرة إسرائيل على تحديد هدف معين من أجل أن تحققه وتقول لقد انتصرت. إسرائيل تبحث عن لحظة أن ترفع يديها وتقول أنا انتصرت، حققت الهدف. إلى الآن هي تذهب تهرب من الانتصار إلى الانتقام، وهناك فرق كبير بين الانتصار والانتقام. نعم. المحلل السياسي رجاء طلب، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في نشرة الثالثة. شكرا لك.